عايز الاحمر ولا الاسود؟ دكتور مساء الخير، منورنا ومشرفنا دايما. كابتن هاني طبعا بسعد دايما بالتواجد مع حضرتك، وباذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي في تحقيق النجم ال11 باذن الله. ان شاء الله باذن الله. اتكلمنا وكنت بتكلم مع الكباتن على فريق الوداد. الحقيقه اللي انا من وجهه نظري كان يعني خد جرعه معنويه كبيره جدا جدا لوصول المباراه النهائيه بعد التعادل والمباراه الرائعه اللي قدمها امام سان داونز. كان سان داونز المرشح حتى للفوز بالبطوله، ولكن هذه الدفعه المعنويه اكيد هتكون ليها عامل كبير جدا في مباراه يوم الاحد. لكن عايز تعرفنا وتعرف الناس شكل الوداد. اللي اعرفه ان الفريق الوداد قوي جدا دفاعيا، وانه يمكن ما اتغلبش من دور المجموعات لغايه ما وصل للنهائي، ما اتغلبش ولا مباراه على ارضه، وكمان ما جاش جون فيه. يعني ده بالزبط. كمان رقم مهم جدا بالزبط. ومعلومه مهمه جدا، فسر لنا ده اتعمل ازاي. طيب خلينا في البدايه طبعا نستعرض مشوار الوداد اللي من خلاله ممكن نشوف نستنبط بعض النواحي الدفاعيه تمام. والهجوميه زي ما حضرتك تفضلت وقلت. لو استعرضنا مشوار الوداد هنلاقي ان هو طبعا بخلاف الدور التمهيدي، لانه لعب 10 مباريات. طبعا في الدور التمهيدي لعب مباراتين ذهاب وعوده، خسر في اول مباراه وبعد كده كسب 6-0 على 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 ارضه. هنلاقي ان هو لعب 10 مباريات. النقطه اللي تهمني دايما زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان هو على ارضه ما دخلش مرمى ولا هدف، ويمكن كسب على ارضه جميع المباريات، ما تعادلش غير مباراه واحده كانت امام سان داونز. نفس الكلام خلال مشواره في العشر مباريات ما دخلش مرمى غير 4 اهداف بس، منهم هدفين اللي هم كانوا في سان داونز. يبقى احنا النهارده بنتكلم على منظومه دفاعيه جيده جدا بالنسبه لفريق الوداد. في المقابل طبعا برضو الفريق عندنا النادي الاهلي الاحصائيه ديت بدايه من دور المجموعات بالظبط، العشر مباريات بدايه من دور المجموعات وصولا لحد ان شاء الله المباراه النهائيه. بالنسبه للنادي الاهلي طبعا بالنسبه خلال اخر 13 مباراه برضو بنتكلم على في نضج وفي تطور دفاعي مع مارسيل كولر. طبعا خلال اخر 13 مباراه ما دخلش برضو مرمى الاهلي ولا هدف، وفاز في جميع المباريات بخلاف مباراه واحده هو اللي تعادل فيها. صحيح. فاحنا برضو بنتكلم على تطور دفاعي بالنسبه للنادي الاهلي، وتطور وعندنا شكل دفاعي جيد جدا بالنسبه لنادي الوداد. طيب انت اتكلمت ان الوداد عنده قوه دفاعيه بشكل اكتر من رائع وبيشتغل بيها بشكل كويس، وخلال يمكن دور المجموعات كلها ما دخلش في يعني على أرضه أي هدف. المنظومة دي عملها إزاي أو شكلها إيه داخل الملعب؟ يعني ممكن نشوف أول صورة فنية عشان نبتدي نترجم النواحي الرقمية دي للنواحي الفنية. نعرض دلوقتي أول صورة فنية، هنلاقي مثلا طريقة اللعب أو الطريقة عندنا طبعا بيلعبوا طريقة 4-1-4-1. طبعا ده شكل دفاعي من الدرجة الأولى، بيبتدي إن هو كل اللعيبة بتبقى دايما تحت الكورة. ده شكل دفاعي بالنسبة لطريقة اللعب. لو برضو ممكن نستعرض الصورة الثانية، الصوره الثانيه دي هنا ده كانت خلال مباراه سان داونز، بنتكلم في خلال ال 30 متر ال 20 لعيب بالنسبه لنادي سان داونز. الفرقتين في 30 متر يعني اصلهم بس نجيب الجون هنا والجون هنا خلاص يبقى 30 متر، هو ده الماتش بتاعنا كله. طبعا هنا دي نقطه مهمه جدا. ليه؟ هنا بنتكلم على الوقفه الدفاعيه لفريق الوداد وازاي انه قدر يدرس فريق سان داونز، ودي نقطه مهمه جدا. يعني اسمح لي ان انا اوضح ان الاتحاد المغربي فاتح اكبر شركه تحليل على مستوى العالم لتحليل الاداء لجميع المدربين الموجودين في الدوري. وده طبعا واضح جدا عشان يبقى عندهم القدره ان هم يدرسوا نقاط القوه والضعف لفرقتهم، نقاط القوه والضعف للفريق المنافس. فطبعا دي تعتبر احد الاداء او الادوات اللي بتبتدي ان هم يطوروا من ادائهم، بيطوروا من ادائهم وبيطوروا المدربين كمان. ده شيء مميز جدا انك كمان المدرب بيخش وبيحلل وبيطور نفسه من خلال التحليل جميع المدربين. طبعا ده انعكس طبعا على المنتخب المغربي وازاي ان هم شرفونا على المستوى الافريقي طبعا في كاس العالم. خلينا طيب برضو الصوره دي قبل ما نقف فيها، يعني هنتكلم ان هو تقريبا الفرقه كلها بتلعب في اقل من 30 متر والجزء الدفاعي عندهم كويس. اللي الصوره لو حبينا نقول ان سان داونز ده النادي الاهلي، ايه اللي ممكن النادي الاهلي ممكن يعمله لو هذا التكتل الدفاعي المنتظر من فريق الوداد المباراه اللي جايه؟ يفضل طبعا في اي تكتل دفاعي دايما الثنائيات، يكون عندك في ثنائيات يضرب التكتل الدفاعي دوت، تبتدي ان انت بقدر الامكان تفتح الملعب بحيث ان بالنسبه للوينجرز عندك يفتحوا الملعب بحيث ان انت تضرب التكتل ده ما يبقاش متكتلين في مكان او في قلب الملعب، بحيث ان انت ممكن تشتغل على ارضيات، ممكن عندك الثنائيات من قلب الملعب ان هو يضرب التكتل الدفاعي ده. دي ممكن احد الحلول اللي ممكن يستخدمها النادي الاهلي. ده برضو شكل دفاعي لفريق طبعا الوداد في سان داونز.
نشوف الصوره اللي بعديها برضو نفس الكلام استكمالا للنواحي الدفاعيه ليه او القوه الدفاعيه للنادي الوداد. هنلاقي دايما كلهم بيبقوا دايما تحت الكوره. عندنا طبعا بدايه الدفاع عندهم من الاسترايكر، هو اللي بيبتدي يضغط عشان ما يديش فرصه للفريق المنافس ان هو يعمل البيلد اب بتاعه. سامبو بالظبط، طبعا ده من احد المهاجمين او الهداف بتاعهم 7 اهداف. طبعا بيتميز بطول القامه والضخامه الجسمانيه، فهو مهاجم جيد جدا قوي جدا طبعا. شوف برضو الصوره اللي بعديها برضو ده استكمال نفس الكلام في مباراه ثانيه، برضو هنلاقي ان هم دايما بيلعبوا دايما تحت الكوره. طيب رد الفعل بقى الهجومي او الطريقه الدفاعيه ليهم دي ازاي ان هو يقدر يعمل عمليه ترانزيشن عشان يدخل الناحيه الهجوميه؟ بيعتمد ان هو مجرد ما بيقطع الكوره لازم يكون عنده سرعات عاليه جدا عشان يستفيد من المساحات خلف. يعني هو تقريبا بيعمل تكتل او بيعمل بيضيق المسافات بالنسبه لنص الملعب وخط الدفاع على اساس ان هو يستحوذ على الكره ويقطع الكره. الجزء اللي انت بتتكلم عليه ان هو مش من الفرق اللي بتعمل استحواذ وبيعملوا بيلد اب بشكل كويس، ولكن بيعتمدوا اول ما يقطع الكره بيعتمد على السرعات والكاونتر اتاك. بالظبط، يعني ريت ممكن برضه نشوف الصوره اللي بعديها. هنا مجرد ما الكره تتلعب من البيلد اب بتاع سان داونز الكره تتعمل تمريره، خش في الصوره اللي بعديها هنلاقي ان هو اول ما بيقطع الكوره لازم يعني الكره دي اللي الصوره اللي فاتت لعب الكره فالكره اتقطعت في نص الملعب. هنا بقى يبان عمليه الكاونتر اتاك او ترانزيشن بقى عشان نشوف يدخل في مرحله الهجوم. الصوره اللي بعديها برده ممكن نستعرضها، هنلاقي هنا سرعات عشان يستفيد بالمساحات خلف خلف الباكات اللي المفروض هم طايرين عشان يبتدوا يعني يعملوا الكثافه الهجوميه. صحيح. فبالتالي شيء طبيعي بيعمل وراه مساحات فاضيه. ده كده يمكن بالنسبه للنواحي الدفاعيه. طيب على اتكلمنا على المستوى الدفاعي، بيعملوا بلوك كويس قوي وبيعتمدوا اول ما الكره تتقطع بيعتمد على الترانزيشن التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه بسرعات وكره للامام. طيب الشكل الهجومي التلت الهجومي بتاعهم بيشتغل ازاي؟ يعني قوتهم فين في الحاله الهجوميه؟ هل كرات بينيه؟ هل كرات عرضيه؟ هل بيستفيد شويه بالكرات الثابته؟ تمام، خلينا نستعرض المعدل العام التحليلي اللي من خلاله ممكن نعرف شكل الفرقه عامله ازاي بالنسبه للنواحي الهجوميه. لو استعرضنا المعدل العام التحليلي هنلاقي ان هم طبعا زي ما اتفقنا ان هم لعبوا 10 مباريات بدايه من دور المجموعات، كان معدل استحواذهم 53%. مش ده اللي يهمني، اللي يهمني طبعا معدل التمريرات. هنلاقي معدل تمريراتهم 387، يعني بنتكلم في معدل استحواذ منخفض، وده شيء طبيعي جدا لفرقه مش بتلعب على الاستحواذ، بتلعب دايما على النواحي الدفاعيه وبعد كده بيبتدي يلعب على الهجمات المرتده. النقطة الثانية اللي تهمني برضو هنلاقي ان معدل اهدافهم هو هدف كل مباراة، هم طبعا احرزوا 10 اهداف منهم تقريبا بمعدل هدف كل مباراة، فهم فرقة مش بتجازف هجوميا، ما عندهمش الاندفاع الهجومي، بياخدوا اللي هم عاوزينه من المباراة باقل مجهود. النقطة طبعا اللي بعديها اللي تهمني جدا طبعا هي معدل العرضيات. فرقة 16 عرضية في المباراة الواحدة، ده رقم كبير جدا، فبنتكلم على خطورة عرضياتهم، بنتكلم على كثافة عرضية على الاطراف، ده شكل او طريقة لعبهم. لو جينا استعرضنا الصور اللي بتعبر على النواحي الهجوميه ونربطها بمعدل العرضيات، تمام، هنلاقي ان هم احرزوا 10 اهداف، من ال 10 اهداف دول 5 اهداف يعني 50% من عرضيات وكرات بينيه من على الاطراف. الخمس اهداف التانيين يا اما من كوره ضربه جزاء، عندنا هدف من ضربه حره مباشره، عندنا هدف من هدفين عكسيين، هدف عكسيين بالظبط، وباقي الاهداف كلها من كرات عرضيه. يعني تقريبا بيعتمدوا بشكل كبير جدا في احراز الاهداف على الكرات العرضيه والاطراف. الاهلي لازم يقفل الاطراف بتاعته خصوصا لو هو ساب له الاستحواذ وبدا الاهلي انه يضغط، فبالتالي شيء طبيعي هنلاقي مساحات خلف في الباكات او الباك ليفت، لازم الاهلي يقفل المساحات دي. بالظبط، ده كده اول هدف مثلا عندنا، ده في مباراه بيترو اتلتيكو برضو اول هدف من عرضيه او من على الطرف اليمين. بالظبط، ممكن نشوف الصوره اللي بعديها. طبعا راس الحرب سامبو هو اللي احرز هذا الهدف. بالظبط، خلينا نشوف برضو الصور سريعا كده، ننقلها سريعا برضو. ده الهدف. شوف الصوره اللي بعديها برضو نفس الكلام، ده هدف تاني برضو، كوره بينيه من على الطرف برضو. يعني كمان من يعني ده كمان مهم جدا، مش لازم يطلعوا على الجنب عشان يعمل الكوره، هو بيعتمد على سرعه سامبو ويعتمد على القوه البدنيه، وممكن يلعب كوره من وسط الملعب تقريبا في شكل كده النادي الاهلي بيعمله ساعات. علي معلول بيعمل نفس الطريقه. بالظبط، ان هو يلعب الكوره ورا الخط الدفاع او ورا السرد باكين، معتمد على القوه البدنيه لسامبو يعني. بالظبط، نشوف برده الصوره اللي بعديها، دي صوره مهمه طبعا، دي برده ده الهدف، الكره اللي جت لسامبو بدا يعمل الفينش بتاعه. نشوف الصوره اللي بعديها نفس الكلام، كره عرضيه برده بهدف، احنا بنتكلم على 5 اهداف يعني 50% من الاهداف اللي جابوها كرات عرضية الطريقه. يبقى اذا احنا بنتكلم من النواحي الهجوميه، خطورتهم في الاطراف في الوينجرز بتاعتهم، بنتكلم في يحيى المترجي، بنتكلم في عندنا ونجم، بنتكلم في عندنا مثلا زهير المترجي، عندنا يحيى عطيه الله او ايوب العملود ومحمد ونجم، الاطراف بتاعتهم الاطراف اللي كان باك شمال او باك يمين كمان بيزيد بحال. لكن هو هل متوقع ان الاطراف على مستوى الباكين يزيدوا في مباراه النادي الاهلي اللي جايه هنا في استاد القاهره، ولا هيعتمدوا بس على
الشكل اللي انت بتتكلم عليه زي ما لعبوا مع سان داونز، هو مستني الاخطاء في نص الملعب عشان يبدا يعمل الترانزيشن ويبدا التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. انا اعتقد فعلا هو خصوصا ان المباراه تبقى على هنا في القاهره، فاعتقد ان هو مش هيجازف ويبتدي يعمل ضغط على النادي الاهلي، لا هو هيلعب بنفس طريقته 4-1-4-1 ويبتدي يستنى انه يقطع الكوره ويبتدي يبني من على الاطراف. اعتقد ده هيبقى شكل لعبه. على مستوى راس الحربه يمكن عوده سامبو كان يعني زي انت ما بتقول هداف الفرقه، عنده قوه بدنيه كبيره جدا، وبعض الاخبار قال ان هو يعني جاهز لهذه المباراه. الشكل العام وطبعا هتكلم فيه طبعا مع الكباتن الكبار، الفكره العامه لسامبو ازاي نقفل الجزئيه ديت عليه وما يستفدش بشكل او باخر بنقاط قوته يعني. بقدر الامكان دايما هو طبعا متميز في الالتحامات الهوائيه نتيجه لطول القامه وطبعا الضخامه الجسمانيه اللي بيتميز بيها، لازم في اي التحام يكون ملاصق ليه طبعا ياسر ابراهيم او عبد المنعم ايا كان، لازم ما يدوش اي فرصه في حته الارتقاء السهل، ما ياخدش الكره دايما لوحده، لازم يكون في دايما التحامات هوائيه، لازم يكون دايما في ملاصق ليه ايا كان مين اللي هيبقى مسؤول عن رقبته، بحيث ان هو ما يبقاش في عمليه اريحيه في استلام الكره، حتى لو استلمها ما يبقاش في حريه ان هو يستلم ويبتدي يصوب على المرمى. طيب عايز برضو اعرف الفرق ما بين الوداد مع جريدو والوداد مع المدير الفني الجديد اللي هو تقريبا دي ثالث مباراه على مستوى بطوله افريقيا، لعب مباراتين سان داونز ودي المباراه الثالثه ليه، شايف ايه الفرق؟ التحسن في اداء الفرقه على مستوى الهجومي على مستوى الدفاعي، التنظيم بالنسبه لهم افضل، ايه الفروقات اللي انت شفتها يعني؟ الفروقات يمكن هو ما لحقش يحط لمسته فما بداش يغير من اسلوب اللعب، ولكن لاحظت ان هو خلال اخر مباراتين في الدوري، لعب مباراه في الدوري ومباراه في كاس المغرب، لعب بطريقه 4-2-3-1، ولكن الاسلوب برضو واحد بصرف النظر انت هتلعب ب 4-1-4-1 او 4-3-3 ايا كان. هي الفورميشن مختلفه شويه في الملعب، يعني تشوف الكرة فين هتلاقي الشكل بيختلف. بالظبط، الفورميشن مين فورميشن حاجه وطريقه تطبيقها حاجه ثانيه. هو ما غيرش في اسلوب طريق او اسلوب لعب الوداد، هو برضو بيلعب على الطريقه الدفاعيه، بيلعب على الهجمات المرتده، بيلعب على الاطراف، هم اكتر حاجه بتميزهم الاطراف. اغلب اهدافهم دايما بتيجي من الاطراف، فلازم احنا بقدر الامكان تقفل الاطراف متمثله في اي لعيب هينزل. بيومي بنشكرك شكرا جزيلا، دايما بتمتعنا بتحليلك الرائع، بنشكرك شكرا جزيلا.